ريما. ترافق نوال غيمة غريبة. حاولت نوال التخلص منها بالركض والتخفي والاختباء، لكن الغيمة العنيدة لا تفارقها ولا حتى للحظة. تنتظر نوال مولودها الأول. أحبت أن تنجب ولداً ليصبح قائد طائرة عندما يكبر. اليوم تزور نوال عيادة الطبيبة. كانت الغيمة تضللها عندما أخبرتها الطبيبة مبتسمة أنها ستلد أميرة رقيقة. ارتبكت نوال وفكرت في نفسها، كيف يمكن أن تصبح طفلتها قائد طائرة وهي بنت؟ غادرت نوال وغيمتها العيادة وتوقفت عند دكان الهدايا واشترت دمية تلبس فستاناً وردياً. جلست قليلاً في الحديقة لعل الهواء النقي يساعدها على التخلص من قلقها حول مولودتها المنتظرة. نظرت نوال إلى أعلى فوجدت أن الغيمة صارت أكبر. رفعت يدها لتنفضها من فوق رأسها، لكن لا جدوى، فالغيمة تظهر من جديد في ثوان. أحست نوال بغضب شديد. من أين أتتها هذه الغيمة؟ ولماذا ترافقها أصلاً؟ تمنت لو تستطيع أن تنطلق في رحلة تعود فيها بالزمن لتعرف قصة هذه الغيمة. وفجأة بوم، تحول مقعد الحديقة إلى مقعد في آلة الزمن. شعرت نوال بالخوف في البداية، ثم ضغطت بيدين مرتعشتين زر التشغيل. عادت الآلة بنوال إلى بيتها وهي طفلة تلعب مبتهجة بطائرة، وكانت فوق رأسها غيمة صغيرة جداً. دخلت والدتها وطلبت إليها أن تلعب بدميتها بدلاً من ألعاب الأولاد تلك. أخذت نوال الطائرة وأخفتها في الغيمة التي فوق رأسها، وهنا صارت الغيمة أكبر بقليل مما كانت. طق طق طق، تحركت آلة الزمن بنوال مرة أخرى. كانت نوال فتاة تعرض لأختيها تجربة كيف يصبح الماء لزجاً ومضحكاً عندما تضيف إليه الكثير من النشا. بدت أختاها غير مكترثتين، ثم طلبت إليها إحداهما تحضير المائدة لأن موعد الغداء اقترب.